طيب بشكرك معايا استاذ شادي جمال اسعد. يا استاذ شادي اتفضل. استاذ شادي اتفضل. نوطي التلفزيون يا استاذ شادي. مساء الخير، اهلا بيك، اتفضل. يعني تحياتي لحضرتك والكرام، واتمنى يعني ان انا ما اتعرفش بجمال اسعد، لان انا بتكلم كمواطن مصري مسيحي عروبي كامل الاهليه، عايز اعبر عن وجهه نظري يعني. اتفضل اتفضل. تحياتي. هو بس حضرتك، انا مش عايز اقول كلام متكرر، بس يعني في عجاله كده القضيه شائكه، زي ما طبعا الاستاذ سليمان وحضراتكم قلتوا، في تداخل فيها ما بين الجانب الديني والجانب السياسي. ما فيش ما يمنع ان في المسيحيه ان الناس تروح القدس، لكن ما فيش ما يفرض ذلك. يعني الفرق ما بين المسيحيه والاسلام في النقطه دي، ان الاسلام الحج فيه من الاركان الخمسه من استطاع اليه سبيلا، لكن في المسيحيه ما فيش شرطيه لده، لا من السيد المسيح ولا من الرسل ولا من اباء الكنيسه ولا في تاريخ الكنيسه اي الزام بزياره اماكن مقدسه بعينها. ولكن في نقطتين، هل المسيح اللي بيقدر يروح او اللي بيروح القدس واللي طبيعي لازم بيتعامل مع جنود اسرائيليين، او اسمح لي اقول جنود الكيان الصهيوني، يعني انا رافض ان انا اقول اسرائيل عشان ما نعترفش بيها. جنود الكيان الصهيوني، هل ازاي انت كمسيحي او كانسان عموما في ديانه السلام والمحبه بتقبل ان انت تتعامل مع قاتل، بتقبل ان انت تتعامل وتبتسم في وجه انسان بيعتدي على الاطفال وبيعتدي على النساء وبيعتدي على الرجال والشباب وبيعتدي على ارض مش ارض، دينيا وتاريخيا ووطنيا، فهل انت ازاي بتقدر تتعامل مع ده وانت مش مجبر ان انت حضرتك باحترامي ليك انك تتعامل معاه؟ النقطه الثانيه من الحاجات اللي للاسف ردا على الباشمهندس اللي مع حضرتك، ان ايه الفايده اللي رجعت من 30 سنه؟ لا، الفايده زي ما قال الاستاذ سليمان، ان حضرتك بقى الموضوع ده بيطرح في الاعلام المقروء والمسموع والمشاهد، وبقينا بنتكلم عادي جدا عن زياره اسرائيل في الوقت اللي كنا بنخون فيه كتاب مصر بدون ذكر اسماء، وناس عظيمه من مصر غلطت وقعت في غلطه التطبيع واحنا كنا ضدهم. فانت دلوقتي بقى ده شيء متاح وبقى عادي بقى بالنسبة لقطاع كبير من المسيحيين، يا أستاذ وائل واسمح لي بوضوح شديد، غير مؤمنين بالقضية الفلسطينية وغير مؤمنين بأن في أزمة في فلسطين ولا أن الكيان الصهيوني كيان مقتصد، بل على العكس دول أحيانا في قطاع بيشوف أن ده حق الكيان الصهيوني أن هو يبقى موجود في الأرض دي. فدي أزمة. الأزمة الثانية يا أستاذ وائل بعد إذن حضرتك، بالنسبة للإعلام وبالنسبة للتلفزيون وللسياسة المصرية، فين احنا من القضيه الفلسطينيه دلوقتي يا استاذ وائل؟ فين موقف مصر اللي كانت بتقود العالم العربي وهي ام الدنيا؟ فين من موقفها من باقي الدول العربيه؟ انا محترم الرئيس السيسي اللي بي 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 بيعمل بجهد دائب في السياسه الخارجيه، انت فين يا سياده الرئيس من الناس العرب اشقائنا العرب اللي بيتكلموا عننا بطريقه مش كويسه نتيجه السياسات اللي هم مش قابلينها؟ فين القضية الفلسطينية على الإعلام؟ احنا فلسطين دلوقتي بالنسبة لنا بقت مجرد خبر في 10 كلمات يا أستاذ وائل، ومش عايز أطول على حضرتك. صح صح، أصبحنا محليين لم نعد. أستاذ التاجر بالمناسبة. هذا الشبر من ذاك الأسد. أستاذ شادي عموما بتوجه لك بالشكر. حليك يا شادي. هاخد معانا أستاذ جاسم باسم. باسم من المنوفية. أستاذ باسم اتفضل. باسم فريد. باسم فريد. ايوه. اهلا بيك. اتفضل. اهلا بحضرتك. صباح الفل يا استاذ وائل. صباح الفل. عندي سؤالين اثنين لو سمحت. اتفضل. احنا اصطلحنا مع اسرائيل ولا ما اصطلحناش؟ انت بتتكلم عن توقيع اتفاقية استعادة مصر بها ارضها، يعني الرئيس السادات نفسه راح اسرائيل. وكانت مصيبة كبيرة. تمام؟ تمام. مصيبة كبيرة استعادة الأرض. لو واحد استعادة العرض. يا أخي بس بقى سيبك من الموضوع ده على جنب. أنت ما تقدرش تخلط الانتهازيين. لما تاخد الانتهازيين.
هلا مدرسة عنتر ابن شداد. وانت مدرسة وانت عامل. طول عنتر ابن شداد. مدرسة عامل. عنتر. لا انا لا لا انتمي ليها الحمد لله. سايبوه انت ما خلاص مدرسة سلمان. احنا مدرسة الانتصار. احنا مدرسة الانتصار. يا استاذ باسم خلينا ندي المتصل الحق يا جماعة. ايوه في اتفاقية رسمية يا استاذ باسم. التطبيع الشعبي شيء اخر. الرسم غير الشعبي. تمام. اسرائيل تحلم بالتطبيع الشعبي مع مصر تحديدا. لا 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 ده مش تطبيع. انا لما اروح بيتي واسيبهوله لما هو يبقى محتله وانا اسيبه يمشي فيه براحته ده مش تمام. انا المفروض اروح المناطق اللي تعتبر بتاعتي انا ما اسيبوش. بتسترده يعني انت بتسترد القدس اذا كنت مسلما او تسترد الكنائس اذا كنت مسيحيا هتستردها. نعم هتستردها اذا كنت مسلما هتسترد القدس واذا كنت مسيحيا هتسترد الكنائس. ما تستردهاش ليه؟ انت ما انا زيك عايز استردها بس الزياره عندك بتستردها. ايوه الزياره بتعرفه ان انا موجود. لا ده بتعرفه ان هو اللي موجود. ان هو ده موجود وان انت مقر بوجوده. وان انا مقر بحاجتي دي حاجتي انا. يعني انت بتروح هناك بتقول المسجد الاقصى تم تحريره من الاسرائيليين. ما هو فلسطين العربية تقدر تقول كده. مش سامع حضرتك. يعني انت لما بتدخل الكنائس او المسجد الاقصى. هو انا لما اروح يا استاذ وائل مش ده اقرار مني بان دي حاجتي. هو الـ لو في ايراني يعتنق المذهب الشيعي وبيحب الحسين وجي زاره هل ده اقرار ان ده حاجته؟ بيجي برضه انه في اثبات ان ده حاجته. لا بالعكس اسرائيل بتقول اهو احنا واحه للحريه الدينيه. انتوا زعلانين ليه؟ مستفيد اصلا ماديا وسياسيا. والله دي وجهات نظر. انا من رايي ان قله المروح هناك مش كويس بالنسبه لنا كمان. وجهه نظر تحترم. طيب نظر تحترم. بشكرك استاذ انور من بورسعيد. استاذ انور اتفضل. يا استاذ انور. طيب هاتوا تاني جورج. استاذ جورج اتفضل. الو اهلا بيك اتفضل. الو مساء الخير يا فندم. مساء الخير. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. هو في نقطتين بس انا عايز اوضحهم. اتفضل. لو تكرمت. اول حاجه بالنسبه لرئيس السادات الله يرحمه. مش سهل اي حد يقيمه. دي عاوزه مؤسسات وعاوزه معاهد وعاوزه دراسات. مش بسرعه كده حد يطلع يقول السادات ده مدرسه. بس ده مش موضوعنا. ده مش موضوعنا لكن عشان حق الراجل يعني. دي نقطه. النقطه الثانيه بالنسبه للسفر بغض النظر عن البابا شنوده بغض النظر عن البابا توادرس انا كمصري الفلوس اللي هتدفع وانا مسافر في اسرائيل هتخش جيب مين؟ شبابنا والافكار اللي ممكن يتاثروا بيها هناك ايه اللي هيحصل؟ ايه الضرر اللي ممكن يعود والتأثير عليهم والزواج من وابواب كتيرة. الموضوع اذا كان موضوع دين اللي هيموت هنا يعني هيخش النار واللي هيموت هناك ويزور هيخش الجنة. ما هو المسيح جه هنا وشرب من المية هنا والبابا شنودة قال كده واخد بال حضرتك. واحنا ما عندناش فرض عين ان احنا نروح على هناك. المدار جلب يعني دفع الضرر مفضل عن جلب المنفعة. الناس اللي بتسافر يمكن ناقصه توعيه يمكن في غباء سياسي واجتماعي وغيره محتاجين توعيه من برامج زي حضرتك محتاجين توعيه من الدوله لانه الامر خطير. ربنا يخليك يا فندم. استاذ انور من بورسعيد اتفضل. غباء سياسي التنازل عن الارض والمقدسات. الو يا استاذ انور اتفضل. معاك يا استاذ وائل. اهلا بيك. لا وائل اهلا بيك يا استاذ وائل اتفضل. انا من بورسعيد يا استاذ وائل. اجدع ناس اتفضل. ربنا يخليك. انا من ابطال 6 اكتوبر وعندي شهاده ومستعد ابعتها لحضرتك من الجيش الثالث. وعلاوه على ذلك انا مسافر القدس
عشان ازور الاماكن المقدسه. انا لا اتعامل مع اسرائيل ولا لي علاقه بالجندي الاسرائيلي ولا اي حاجه. انا اروح ازور الاماكن المقدسه. في حاجه تاني مهمه جدا يا استاذ وائل، قول. ان اللي مسافر، كل اللي بيسافر القدس دول كبار في السن، يعني بيعدي الستين، يعني ما فيش شباب بيروح. اللي بيسافر القدس عشان يزور الاماكن المقدسه ده كلهم ناس كبار في السن. طب انت يعني عدوا الستين. انت حاربت يا استاذ انور حاربت في حرب 73، ولعلمك كمان اضافه على حرب 73 انا حاربت في حرب الخليج. طيب يعني تعلم جيدا كم هي دوله مغتصبه محتله قتلت قتلت جدودنا وابائنا واغتصبت اراضينا ومع ذلك يا استاذ وائل، هل وجدت انه من السهل انك تبقى مقاتل قاتلت اسرائيل ولقنتها درسا ثم تسافر لتكرس الاحتلال والاغتصاب؟ انا يا استاذ وائل مش راح اكرس الاحتلال، انا رايح ازور النور المقدس، رايح ازور القيامه، كنيسه القيامه، انا رايح ازور الاماكن المقدسه اللي بشوفها في التلفزيون ونفسي اشوفها. انا مش رايح هتعامل مع اسرائيل خالص ولا هتعامل معاهم. انا هتعامل اذا كان في فلسطينيين في الفندق. طيب. اذا كان في الاماكن اللي هشتري منها اي شيء انا هتعامل معاهم. استاذ سليمان، يعني لا نستطيع ان نزايد على وطنيته، حارب في اكتوبر وحصل على أوسمة، يعني بيقول مستعد ابعتها لكم. العاطفة يعني الدينية دي بقى، العاطفة الدينية دي يا استاذ. وحارب فين؟ الخليج. قال حارب وحارب يعني انه عسكري محترف يعني. وما حدش بيشكك في وطنيته، بيسافر. لا نشكك في الوطنية، يعني يحقق ما يتوافق مع مشاعره الدينية يعني. تعليق. ما احنا بنقول المسألة في النهاية تبدأ بالدينية، لكن الجانب الآخر، الجانب الآخر اللي هو الجانب الإسرائيلي يحاول أن يستغل هذا استغلالا في صالحه، أن يقطف ثمار هذا الجانب أو هذا الجانب الديني أو الوازع الديني لدى البعض منا الذين يذهبون بحسن النية لأداء فريضة دينية أو لزيارة دينية. فإذا بالجانب الإسرائيلي يعني يستثمر ده في أنه هذا هو وجه الإسرائيلي الديمقراطي، نحن وجه متسامح، نحن لا نرفض، نحن لا ننكر، نحن إلى آخر كل هذا. دي واحد. الحاجة الثانية أنه عايز يقول أنه أنا أصبح لدي قبول في الشارع، يعني الجانب الإسرائيلي أصبح يعني يستغل هذا في أنه يؤكد لدى أوروبا ولدى كل المجتمعات التي تهمه أنه أصبح لديه قبولا لدى الشارع العربي، بدليل أنهم يأتون إلينا زرافات ووحدانا من ونحن نسمح لهم ونتعامل معهم بأريحية وتسامح إلى آخر كل هذا. فلماذا هذا العداء؟ لماذا ما هو ليه هو بيسمي المقاومة إرهاب؟ ليه؟ لأن المقاومة دي يعني لا تقر بمثل هذه المسائل التي يؤكدها هو، لا تقر بالتسامح ولا تقر بالديمقراطية ولا تقر بكل هذه المسائل، فيصبحوا بهذا إرهابيين. طيب. ويصدقهم العالم كله على إن هدول تليفون اخير. استاذه ناديه من الجيزه. استاذه ناديه اتفضلي. استاذه ناديه مساء الخير يا استاذ وائل. مساء الخير يا فندم. انا بكلم حضرتك بخصوص السفر للقدس. انا سيده عمري 70 سنه. ربنا يديك الصحه. انا بقول يخليك ربنا. انا عايزه بسال الاستاذ اللي على يمينك، هل يضمنوا انه هعيش لغاية ما تيجي الحالة وتتصلح إسرائيل وتطلع إسرائيل من والفلسطينيين يرجعوا بلدهم؟ طب وانت لو ما رحتش القدس يحصل ايه يعني؟ هتخش النار؟ يعني انا عايز ازور القدس. ايوه يعني لو ما رحتش القدس يحصل ايه؟ ما في الدير المحرر، في الدير المحرر قاعد فيه السيد المسيح 6 شهور و10 ايام ومكان مقدس مثل القدس بالظبط. ده كلام مجنون، ده كمان مش كلام. احنا لا سياسه ولا عايزين سياسه ولا لينا في السياسه. ماشي، النور موجود في القدس بس سيبك من النور ده، نقوله بعدين، النور بعد ما نخلص من عشان ما تبقاش. خلينا نسمع ان كله بيشوف النور. في حاجه بتحصل في قبر المسيح، عايزين نشوف النور.
انت حضرتك عايزه احضر النور. حضرتك عايزه اللي بيصلح. حضرتك عايزه تسافري يعني في السياسه وايه دخلني في السياسة. تفتكر اسرائيل صح كده ما نظام يهمها ال 6000 اللي مسافرين من ال 90 مليون؟ حضرتك بقول لحضرتك كلام كويس مدام ناديه. حضرتك عايزه تسافري يعني ما سافرتيش قبل كده؟ لا انا سافرت قبل كده من 10 سنين بس صح. اللي راح وشاف النور عايز اشوفه لان خلاص العمر ما بقاش فيه بقيه، واللي عايز يشوف النور واللي ما يروحش القدس غير ليوم النور. انا ما بحترفش اللي بيروح يتفسح. بس اسرائيل اظلمت الانسانيه يعني فخلينا يا حبيبي اظلمت ولا فتحت. انا مالي ومال اسرائيل؟ انا رايحه مكان واحد اروح ازوره بيني وبين ربنا. يا استاذ ورد انا ولا تقول لي بتاع اسرائيل لو ما تصلح انا مش هكون موجوده لما اسرائيل فلسطين تتحرر، مش هنكون موجودين. مدام ناديه انا بتوجه لك بالشكر. انت واقعيه وعندك حق في واقعيتك حتى لو اختلفنا معاكي يعني. هاخد منك تعليق اخير. تعليق اخير واضح جدا من المناقشه اللي تمت السنه دي والتي تمت على السنين السابقة، وأرجو أنها ما تتكررش في السنين القادمة، أنه ليس هناك شبهة تطبيع مع العدو الإسرائيلي ولا إرساء لقواعده، بل بالعكس أنا بقول إثبات لملكيتنا للمقدسات الدينية بتاعتنا سواء مسلمين أو مسيحيين. عدم وجودنا هناك بيهود بيسهل الطريق للتهويد لإسرائيل، وده ضد القومية العربية اللي بيتشدقوا بيها أساتذتنا الأفاضل. من ضمن أنك أنت تتمسك بقوميتك العربية وطنيتك المصرية أن تقاوم التهويد، تقاومه بأدنى بسيط وأدنى وأبسط شيء، أنك أنت تروح تزور مقدساتك الدينية سواء إسلامية أو مسيحية. تركها لليهود معناها أنها هتتهود، ويبقى أنت ما عندكش اعتراف ديني منك أنك أنت بتتنازل عنها. أستاذ سليمان أنا عايز هو يعني كملخص في النهاية، لأن هذه القضية هي قضية موسمية، أنا أعتقد يعني أنه البعض يمكن أنه يوازن شوية، ولكن لا تظل المشاعر الدينية هي الأقوى. شوف دينيا وطنيا سياسيا هو كل واحد يعني الجانب الديني يؤثر في الجانب السياسي، والجانب السياسي يؤثر في الجانب الوطني، والجانب الوطني يؤثر في الجانب الديني. فالمسألة لا تجزأ، لا يمكن أن تكون مسيحيا حقيقيا دون أن تكون وطنيا حقيقيا دون أن تكون سياسيا واعيا. فالمسألة لو أنك ضعفت في جانب من هذه الجوانب سوف تضعف الجانبين الآخرين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يا رجل، يا رجل أنت أنا ما أعطيتكش تلقي علي الاتهام بعدم الوطنية. لا أنا قلت كده، أنا وطني أكثر منك. والله العظيم أنا وطني أكثر وقومي أكثر منك، والمصحف الشريف صح، وأحافظ على مقدساتي. والله العظيم صح، وأحافظ على مقدساتي يا راجل صح والله، وأشد أزر إخواتي الفلسطينيين بزيارتي للقدس أكثر مني، أكثر من حضرتك. والله صح، لأني مش من مدرسة الإنهزامية وخلتني أقول هذه الكلمة اللي هي مدرسة حنطر بن شداد التي أضاعت الأرض في سنة 77، بس عنطر شربنا المر فيها عشان نستردها في 73. خطبة أصماء، برافو. طبعا برافو. طب خلاص انت برافو طبعا، قلت كلمتك خلاص بقى. طيب. وهتاخد كلمتي كمان. خير استاذ وائل، ما تتهمنيش بعدم يا عم، ما حدش جاب سيرتك يا عم، يا عم المقدس وعدم القوميه يا عم المقدس. لازم حضرتك تقدم اعتذار عن هذا. اقوم ابوس الجزم. لا ما تبوس الجزم، تعتذر على هذا الاتهام. طيب ماشي. لا اله، هاخد لا تطبيع ولا كلمتي ولا استسلام للعدو الاسرائيلي بزياره الاخطاء زايد على الى مدينه القدس. يا راجل انت عشان الوقت هذا الكلام. طيب. اثبت التاريخ، اثبت التاريخ على مدى اكثر من 30 عاما. خلاص بقى يا ابو عزيز، بعد يا عم عبد الستار خلاص لم يطبعوا مع اسرائيل،
ولم يتنازلوا عن القضيه الفلسطينيه يا عم. ولا بوظوا القضيه الفلسطينيه ده كل عشان كلام ده مدرسه عنتر بن شداد التي طيب. جابت لنا النكسه العار. طيب هاخد بس استاذ حسام عايز يصور حاجه قالها لنا امبارح. استاذ حسام اتفضل. مساء الخير يا زوال. مساء الخير اتفضل. انا يا فندم كلمت حضرتك امبارح عملت مداخله مع حضرتك بخصوص شهيدي في الازهر شهيده العلم الاليسه بسمه محمد عبد العال الصايري. فانا يا فندم حضرتك تناولت الموضوع بدايه ان بعلاقه عاطفيه بينها وبين الشاب المسيحي ونعتبر الاغتصاب وكلام من ده. فانا يا فندم كنت كلامي لسيادتك امبارح ان انا بقول لسيادتك ان ده كله كلام متداول يعني بنفي الكلام ان الكلام ده فعلا مش حقيقي والبنت دي فعلا لا هي البنت البنت الضحيه ربنا يصبر اهلها بنت مثاليه في الاخلاق والتمسك بالقيم هي ضحيه يعني انا يا فندم خان التعبير امبارح وانا يعني بنفي الكلام انا بس يعني نفيته بطريقه مش من هي المجازفه انا قلت يا فندم ان هو الكلام متداول لكن الكلام مش حقيقي والكلام ده اشاعات البنت شهيدة الازهر بنت حافظه كتاب الله بنت من بيت وعائلات بنت نموذج للاخلاق واحنا امام حادث جنائي لا علاقه له بالطائفيه يعني يعني علاقة بالطائفية يا فندم. أنا أرجوك هنا أمام مجرم سواء كان مسلما أم مسيحيا فأنا أمام مجرم ارتكب جريمة. أنا يا فندم أنا زوال عايز أرد اعتبارها قدامها قدام يعني أرد اعتبار البنت رحمها الله قدامها وقدام أهلها وقدام البلد كلها. البنت بنت محترمة وشهيدة الأزهر بنت حافظة كتاب الله بنت من عائلة طبعا هي نموذج مثالي في الأخلاق يا فندم ده ربنا يصبر أهلها يعني أنا حبيت أوضحه امبارح يا فندم بس خان التعبير إن أنا ما عرفتش يعني أذكر كلمة إن ده كله كلام إشاعات يعني أنا ما سمعتكش كويس في أنا كنت برد على كلام سيادتك كنت برد على كلام سيادتك يا فندم وسيادتك أنا في الآخر أنا حاولت أثني هذا الكلام بس سيادتك قطعت عليا الخط وأنا بقول الكلام ده كله بس سيادتك قطعت عليا الخط لكن أنا عايز أبرئ ذمة البنت ديت قدام ربنا. البنت ديت من عائلة محترمة البنت ديت من عائلة عريقة جدا حافظة كتاب الله من أصول تربوية رحمها الله هي شهيدة الغدر لسفاح ما عندوش منزوع من الرحمة بنطالب من خلال سيادتك يا فندم بنطالب وزارة الإفساد وتقرير العدل بتقديم الداني لمحاكمة عادلة عاجلة في أقرب وقت كي تبرر إن شاء الله القصاص العدل بتوجه لك بالشكر شكرا أستاذ جمال الكلمة معايا أنا عايز أقول بس كلمتين صغيرين بس كده ليس كل من رفض زيارة إسرائيل من الإخوة الأقباط وطنيا وليس كل من زار خائنا أستاذ جمال أولا لا أحد يستطيع أن يخون أحدا إنما العاطفة الدينية كما قلنا هناك متغيرات إقليمية وعربية أدت إلى المزيد من الزيارات وهنا نقول للحكومات العربية بعدما رحل عنتر بن شداد بعدما رحل الزعيم الخالد جمال عبد الناصر نقول إنكم فرطتم في القضية الفلسطينية أنكم الآن تتاجرون بالقضية الفلسطينية والذي يدفع الثمن هو الشعب الفلسطيني الذي يقتل ويسحق وما زالت الدولة الصهيونية حتى هذه اللحظة حتى اليوم حتى هذه الليلة مزيد من المستوطنات مزيد من القهر ويكفي أن السيد نتنياهو استولى على الجولان ويقول أني لن أخرج من الجولان هذه إسرائيل وهذه الدولة الصهيونية ولكن لا نخون أحدا والعاطفة الدينية نقول من يريد أن يرى النور الذي يفج من القبر المقدس هل معنى الذي لا يذهب إلى القدس ولا يجاهد النور أليس مسيحيا ومش هيروح السماء فهذه أشياء ومبررات لكم ولكن شكرا لحضرتك بالشكر تمسافر بقى ثانية واحدة يعني طيب بعد إذنك أنا معترض بس على وجهة النظر اللي كل شوية تقول ان ده تطبيع يعني دي يعني ده اطلاقا ما هو يعني كده يعني مش تطبيع يعني اللي رايح عاطفة دينية مش في مخه تطبيع خالص يا راجل 100 مره قلناها بتكررها انت احنا يعني لا نقول ايه والله العظيم في ناس بتروح مش تطبيع ومع المتصلين علي الطلاق في ناس مش بتروح تطبيع نقول ايه تاني بقى ايه ده حاجه غريبه يا اخي حضرتك اتوجه لكم جميعا بالشكر عشان ده اللي قال لي صلي قصدي يعني لا انكر موقفي انه السفر هو تطبيع
يعني انا بختلف مع حضرتك في وجهه النظر دي. السفر ان هو ليس سفر من وجهه نظرك مش تطبيع، من وجهه نظر سياسيه سفر وجهه نظر حضرتك مش تطبيع. اطال في عمري حاجه انما وجهه نظر سياسيه تطبيع. اقول لك اين هي نتائج تطبيع سفر الاقباط؟ ما احنا قلنا الدنيا خربانه، الدنيا خربانه، العالم العربي انتهى، العالم العربي بيقسم، العالم العربي بيتبلط يا سيدي. مش الاخبار طيب. انا بتكلم بالسياسات بتاع اسرائيل. بتوجه لكم بالشكر. هنشوف قبل ما نختم الاستاذ عبد الرحمن الصياد عدى هذه المشاهد اللي هتشوفوها، تهنئه من الفنانين باعياد تحرير سيناء، ولا نشوفها دلوقتي، وهنكون معاكم غدا ان شاء الله في حلقة جديدة. تصبحون على وطن نختلف بداخله ولا يمكن أن نختلف عليه أبدا. وصباح يا سينا رسيت يا راسينا، صباح يا سينا رسيت يا راسينا. كل سنة مصر كلها بخير. بمناسبة 25 إبريل عيد تحرير سينا، تحيا مصر. كل سنة وشعب مصر ومصر كلها في أحسن حال، فبنحتفل بعيد تحرير سيناء. تحيا مصر. كل سنة ومصر بخير، عيد تحرير سيناء، تحيا مصر. أرض الفيروز أعظم أرض في الدنيا، تحيا مصر. عيد تحرير سيناء يا رب يجعله عيد سعيد علينا. كل سنة ومصر وشعب مصر بخير، 25 إبريل عيد تحرير سيناء، تحيا مصر. كل سنة وكل المصريين طيبين بعيد تحرير سيناء، تحيا مصر. كل سنة وكل المصريين بخير، تحيا مصر. كل سنة ومصر وشعب مصر طيبين بمناسبة عيد تحرير سيناء، وتحيا مصر. كل سنة ومصر دايما بخير بمناسبة تحرير سيناء، كل سنة وانتم طيبين. كل سنة ومصر وشعب مصر بخير، عيد تحرير سيناء 25 أبريل، تحيا مصر. كل سنة ومصر طيبة والشعب المصري طيب بعيد سينا. كل سنة ومصر طيبة وشعبها الجميل طيب بمناسبة عيد تحرير سينا، وتحيا مصر. كل سنة وأم الدنيا بخير. أعز وأغلى وأطيب شعب مصر، بقول لكم كل سنة وطيبين بمناسبة تحرير سينا، وبقول للشرطة والجيش وكل سنة وأنتم طيبين وسنة سعيدة عليكم. سعد الصغير. سنة ومصر وشعب مصر طيبين بمناسبة عيد تحرير سينا، وتحيا مصر. كل سنة ومصر طيبة وبخير بمناسبة عيد تحرير سينا. كل سنة ومصر وشعب مصر بخير، عيد 25 إبريل عيد تحرير سينا، تحيا مصر. كل سنة ومصر وشعب مصر بألف خير إن شاء الله بمناسبة 25 إبريل عيد تحرير سينا، تحيا مصر. كل سنة وشعب مصر بخير بمناسبة عيد تحرير سينا، تحيا مصر. كل سنة ومصر بخير بمناسبة 25 إبريل عيد تحرير سينا، تحيا مصر. سهل عالشبان يسهو عن الأوطان.